تقول لباباك؟ واش تقول له؟ واش حاب تهضر له؟ واسمو الاب تاعك؟ اسمو رابع علي. رابع علي، بلغ له رساله دوك راهو يشوف فيك في الفيديو هذا. بابا جي نقول لك، انا نقول لك سمح لي، رغت معاك نقول لك سمح لي، انا نقول لك والو بعد نقول لك رغت معاك سمح لي. انا معاك، شوفي يا جوان، انا نبيع في ليبيني، نبيع في البحر، هاي صرا في البحر مشاكل، راني بالك خطره وليله نبات في البحر، هاي صرا يجريسيو في البحر، بيت وحدي بيت في البحر في الشط، مي لي بيني يجي خبزة خطرة نهاري ما نجيبوش، وانا ندعشا نقعد نضرب من دابا 10,000 بنداشا. نقول بابا نقول لكم شوفوا، نقول لكم شوفوا فيا خواتي لا ماكل، نقول لكم شوفوا فيا ما درت حاجة. الأخ علي هذا وليدك راهو فري وليد فاميلي، ما يحتاج والو، هذا مالغري راهو خدام ولاباس عليه ما يحتاجهاش. انا هضرها لي البارحه في اللي كيتلاقى بيا، قال لي انا كيكون بابا ما راضيش عليا، ويما ما راضياش عليا، وما يخليونيش ندخل للدار ولو نكون ملياردير. ما راهو يطلب حتى حاجه، يطلب برك تعاود تستقبلو في الدار، ما قادرش يعيش، راهو انسان يعتبر. انا شحال العمر تاعك؟ 22 سنة. راهو يعتبر مازال في المرحلة تاع المراهقة. من هذا المنبر ماذا بينا تستقبلو؟ استقبلو ماشي يعني واحد تاع دعاوي الشر، ولا واحد تاع المخدرات، ولا واحد تاع السرقة، ولا حاجة يعني. ما راهيش تطلب حاجة يعني باش هذا الإنسان يبقى ديما برا وديما كيما يقولوا في الشارع، يعني ما يستاهلهاش. لو كان دار حاجة اللي قراف، الناس راهم يديروها قراف وراهم يستقبلوهم في دارهم ونورمان وعادي، وهذا ما دار والو. احنا من هذا المنبر يعني نتمنى ناس شلف توقفوا وقفة رجل، تروحوا تتصلوا بالاب تاعو، احنا ماذا بينا نبقاو نتواصلوا مع هذا القضية حتى يوصل الانسان هذا لداره فرحان ويفرحوا به العائلة تاعو. يعني نتمنى برك ما تحشمناش، نتمنى الائمة ناس اللي لقيين في الشلف، يعني رانا نعرفكم رجال، وقفوا مع القضية تاعو.